تعيد مشاهد نزوح اللبنانيين المتواصل من مناطق الجنوب جراء العدوان الإسرائيلي للذاكرة مشاهد مماثلة لفلسطينيين كانوا يهربون من شمال غزة إلى جنوبها هربا من عدوان الكيان ذاته. ألقت حركة النزوح الواسعة تلك بظلال من الشكوك حول مستقبل الطلاب في البلاد بعد تحويل المدارس والمعاهد لمقرات إيواء للنازحين، في وقت قدرت فيه مصادر لبنانية قدرت أعداد النازحين بأكثر من 70,000 نازح. حركة نزوح واسعة من الجنوب باتجاه بيروت جراء القصف الإسرائيلي أعادت للذاكرة مشاهد مماثلة للفلسطينيين كانوا يهربون من شمال غزة إلى جنوبها هربا من ذات القصف الإسرائيلي. وزير الخارجية اللبناني عبد الله أبو حبيب قال إن عدد النازحين يقترب من نصف المليون حتى الآن، بينما تواصل المنظمات الإغاثية جهودها لتوفير أماكن بديلة للذين نزحوا من الجنوب. أعضاء بلدية صيدا من جانبهم قالوا إنهم استقبلوا 3,000 نازح وافتتحوا حتى الآن 14 مدرسة لاستضافة هؤلاء النازحين. نشهد ظروف استثنائية عم يمرق فيها لبنان وجنوب خاصة. من امبارح نستقبل العدد كبير جدا من النازحين. اليوم فتحنا المدارس بصيدا، فتحنا ما يقارب تقريبا 14 مدرسة حديث هذه اللحظة. من امبارح استقبلنا حدود 3,000 نازح داخل هذه المدارس والاعداد عم بتزيد. هو إذن كابوس يعيشه الداخل اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي. سجلت عدة مناطق بلبنان حركة نزوح واسعة نحو بلدات مجاورة، وتمثل هذه الموجة من النزوح الأكبر من نوعها لسكان جنوب لبنان، وشملت مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة الأمامية على طول الشريط الحدودي.